Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ واهلا بكم في فيديو جديد، معاكم علاء من قناة جيمينج ارتس. النهاردة هنتكلم عن لعبة يعني بصراحة حماسية جدا، واول لما اعلنوا عنها بصراحة الحماس كان فوق 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 بصراحة، وهي لعبة هوجورتس ليجاسي المقتبسة من روايات وسلسلة افلام هاري بوتر. فقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني على صفحاتنا في السوشيال ميديا. ومعلش والله يا جماعة، يعني المفروض الفيديو كان المفروض يعني ينزل بدري عن كده، ولكن بسبب دور البرد وزوري كان مضايقني ومعرفتش أسجل، بس أول ما اتحسنت عملته على طول. وما تخلوش الألعاب تلهيكم عن الصلاة وذكر الله والصلاة على رسول الله، وادعوا لأموات المسلمين في تركيا وفي سوريا يا جماعة، يعني ما تنسوش، وربنا ربنا معاهم، ويعني اللي توفى منهم ربنا يرحمه. ونقول يلا بينا. لعبة هوجورتس ليجاسي، اللعبة من عالم سلسلة الروايات وأفلام وألعاب هاري بوتر طبعا معروف. وأول ما أعلنوا عن لعبة هوجورتس ليجاسي الحماس زاد، خصوصا أني كنت من المحظوظين اللي جربوا الألعاب كلها، وأنا من محبين سلسلة أفلام هاري بوتر. هوجورتس ليجاسي لعبة عالمها في منتهى الجمال والروعة ودقة التفاصيل، وبجد هتحسوا أنه فيلم. اللعبة مغامرات أكشن RPG وعالم مفتوح، وبتدور أحداث القصة في أواخر القرن 19، وطبعا قبل أحداث قصة هاري بوتر تقريبا بمئة سنة. وبنلعب بشخصية طالب في المدرسة، واللي بنقدر نختار الشخصية إذا كان يعني ذكر أو كانت أنثى، وبنختار شكله وملامحه، إن شاء الله تصممه زي شكل هاري بوتر نفسه، وتختار نبرة الصوت وكل شيء. وبنروح في فصل الدراسي بعد ما يتحدد لك الصف اللي هتكون فيه، سواء جريفندور أو سليذرين أو ريفنكلو أو هافلباف. واللي عجبني أو تعتبر تفصيلة مهمة زي الفيلم، إننا لما بنخش بيتحط على دماغنا على دماغ الشخصية يعني الطاقية اللي بتحدد أي فصل هنكون فيه عن طريق أسئلة، وبتختار ما بينها، وبيحدد لنا أي فصل هنكون فيه في الأربعة. ولو ما عجبكوش تقدروا تغيروا بمنتهى السهولة وتختاروا الفصل اللي انتوا عايزينه بطريقة سينمائية ممتعة. والطالب اللي بنلعب بيه بيكون في الصف الخامس، وبسبب ظروف ما غامضة بيدخل المدرسة متأخر. وبعد كده بنقدر ندرس ونتعلم الأساليب السحرية في القتال والدفاع وحل الألغاز، وطريقة عمل العقاقير السحرية، سواء الدواء أو حاجة سحرية كده ممكن تفيدك يعني تستخدمها ضد الأعداء أو حاجة زي كده. التعليم ممتع جدا على فكرة، ودايما الحصص مش في فصل، لا في أماكن مفتوحة خارج المدرسة يعني. والطيران بالمكنسة في منتهى المتعة والروعة يا جماعة، هتحسوا دايما مش عايزين تلعبوا او يعني تنزلوا تمشوا على الارض، لا هتحسوا ان انتوا ممكن تسيبوا المهمات وممكن تطيروا وتستكشفوا الاماكن بالطيران. واكتر حاجة زعلتني ان مفيش مباريات الكويدتش المعروفة في عالم السحر او في عالم هاري بوتر، وانها مش موجودة ده له سبب في قصة اللعبة. مش هحرق لكم اي حاجة، بس كان نفسي تكون موجودة الصراحة، خصوصا ان الملعب موجود وتقدروا تطيروا فيه كمان. والقصة بقى نكمل بالدور حول تهديد متزايد لتمرد من الجوبلينز، واللي بيزعمهم جوبلين اسمه رانروك، وبنضموا لجانب الصحراء اللي بيمارسوا السحر الاسود، على الرغم ان في منهم مش متحمسين على فكرة لفكرة ان هم ينضموا للصحراء دول، وده طبعا بيشكل خطر علينا احنا. اللعبة ساحرة وفي منتهى الجمال، ولكن لا تخلى من العيوب او السلبيات. اللعبة ما فيهاش تنوع كبير في الأعداء، يا بنحارب عناكب صغيرة أو كبيرة أو جوبلينز، وحتى الغيلان العمالقة سهل جدا تتغلب عليهم، ومعاهم شوية صحرة كمان. واللعبة كان المفروض يبقى فيها تنوع كبير في الأعداء، وده بسبب الرواية وسلسلة الأفلام. كان من الممكن يضيفوا التنانين العملاقة وصحرة أشرار وغيلان أشكالهم متنوعة بقدرات مختلفة، كانت هتبقى روعة. الحوارات مع الشخصيات في اللعبة ممتع جدا، ولكن بتحسس الواحد بالملل نوعا ما. لما تروح تتكلم مع اي حد لازم صباح الخير وازيك وازاي الاولاد وامهم
كان من ممكن تختصر يعني الجو ده كله، خصوصا ان الحوارات مهمة جدا عشان تقدر تفهم القصة وتاخد مهمات جانبية كمان. الالغاز في اللعبة سهلة جدا وما فيهاش ابتكار، خصوصا لما بتستكشف اماكن عشان تقدر تلاقي عناصر مهمة تستخدمها، بتقدر تلاقيها بمنتهى السهولة، مش محتاج تحارب بشكل قوي وتتعب عشان تلاقيها، لا بتلاقي العناصر في صندوق تاخد اللي فيه. سلام عليكم. إيجابيات اللعبة الصراحة كتير جدا، القصة مشوقة وحلوة رغم انها قصيرة وحاولوا يمطوا في احداثها لكن حلوة، الرسومات مبهرة وجميلة، والصراحة قدروا يجسدوا عالم السحر زي سلسلة افلام هاري بوتر. اسلوب القتال ممتع جدا، واننا نتعلم ازاي نعمل اسلوب سحري ونستخدمه هتحسسكو انكم في مدرسة بجد، والحصص الدراسية السحرية مهمة جدا، واننا نعمل عقاقير مختلفة زي العلاج برضو ممتع جدا. واللعبة نظامها نظام التلفيل، يعني كل ما بتحارب اكتر وبتستكشف وبتاخد عناصر وحاجات زي كده بيعلى الليفل بتاعك، وده انا شايفه منطقي جدا لان انت اساسا يعني انت طالب، فكل ما بتتقدم في اللعبة وتتعلم ويعني بتتطور من نفسك الليفل بتاعك بيعلى، فدي برضه انا شايفها حاجة يعني حلوة ومتناسقة مع جو اللعبة. اللعبة من تطوير استوديو افلانشي سوفت وير ونشر ورنر بروز جيم، واللعبة معربة قوائم ونصوص وحوارات، وممكن تاخد منك حوالي 70 ساعة لعبة عشان تختمها كلها بالكامل، واعتقد هيكون في اضافات ليها هتنزل لنا قريب. وتقييمي للعبة 8.5/10، لعبة ممتعة قوية عالمها روعة، انصح بيها وبشدة. وكمان نسيت اقول لكم المهمات الجانبية يا جماعة فوق الوصف، حلوة جدا، يمكن ممكن تحسسكم ان هي احسن من المهمات الاساسية. وبس يا جماعة، ده كانت يعني مناقشة كده خفيفة ظريفة لطيفة، يعني عشان خاطر يعني اللعبة بصراحة تاخد العقل بصراحة، فحبيت اقول رأيي واديكم تقييم للعبة. ولو بتحب يعني نوع الالعاب دي، او انت يعني جربت نوعية الالعاب او سلسلة هاري بوتر، او انت برضو من عشاقه، يبقى انصحك بها جدا يا صديقي، فيعني ان شاء الله لو جبت اللعبة هتعجبك جدا وعلى ضمانتي. وكان معكم علاء من قناة جيمينج أورت، وبشكركم جدا يا جماعة على المشاهدة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحاتنا في السوشيال ميديا. وبشكركم جدا يا جماعة مرة تانية على المشاهدة. سلام عليكم. We'll define the legacy of Hogwarts.